قبل بس ندخل في تفاصيل متعلقة بمراكز الإدمان الغير مرخصة والدولة المفروض تتعامل معاها إزاي، والمواطن تنصحه إنه لما لو مواطن جاد فعلا عايز يتخلص من الإدمان يروح فين ويعمل إيه؟ سؤال، المخدرات اللي احنا ذكرناها دي كلها، التركيبة الكولكشن دي، النهاردة الشاب زي ما سيادة المستشار قال نقطة مهمة جدا، بيتخيل انه لما ياخد قرص هيعرف يسهر بالليل ويذاكر، بيتخيل انه لما ياخد قرص هيطلع على الطريق يسوق 10 ساعات وهو فايق ومركز، مع انه طبعا بيحصل عنده لخبطة في تقدير المسافات وحاجات تانية كتير. ازاي نعمل توعية حقيقية بخطورة المخدرات دي، وانه عمر ما هيبقى قرص المخدر ده ما هيبقى فيه اي فايدة ليك، بالعكس كله ضرر. طيب قبل ما اتكلم على التوعية في دقيقة واحدة بس هقول، لغاية 2007 كنا بنتكلم على حاجة اسمها المخدرات التقليدية، الحشيش والبانجو والحاجات دي. من 2007 حصلت ثورة ما يطلق عليها المخدرات المصنعة او السينثيتك دراجز. من 2007 لغاية 2017 تقرير المخدرات العالمي بيقول عندنا 830 مادة تقريبا، بمعدل مادة كل أسبوع. يعني 1500 ولا 830؟ دي المواد الفعالة اللي سيادة اللواء بيتكلم عليها، المواد الفعالة اللي موجودة جوه المواد دي، لكن المواد المكتشفة اللي زي مسميات السبايسي أو الاستروكس أو الفودو أو فلاكا والحاجات دي، المادة المتكاملة. دكتور قصده على المادة المتكاملة، المشتقات. أنا بتكلم على المشتقات دي، المواد الفعالة. المشتق بالظبط كده. إنما الدكتور حضرتك بتتكلم على المادة الفعالة نفسها. أنا بتكلم على الأملاح التي تؤدي بتركيبها مع بعض تؤدي الى ماده. تمام. زي الدكتور ما تقول ترامادول، اتنين حاجه واحده، لكن ده الشركه وده شركه. طيب ده معناه ايه؟ اولا المخدرات التقليديه اجهزه الرصد عارفاها، اجهزه التصوير عارفاها، احنا كدكاتره عارفين التاثيرات السلبيه بتاعتها، فلما بيجي لي مريض يتعالج منها متوقع ايه الاعراض الجانبيه او ايه اعراض الانسحاب بتاعتها. المخدرات دي لا، اجهزه الرصد عارفاها، عصابات الاجرام بتسبق بخطوه، فكل ما اجهزه المكافحه، كل ما اجهزه الرصد، كل ما احنا نتعرف على مادة هيكون هو سبب بمادة جديدة. اذا هو تحدي عالمي، تحدي مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بالدارك نت، مرتبط بالثورة التكنولوجية في العالم كله. بالنسبة للتوعية هما بيتكلموا على حاجة حديثة دلوقتي، بيتكلموا على حاجة اسمها عوامل الحماية وعوامل الخطورة. عوامل الحماية او البروتكتيف فاكتورز مجموعة من العوامل، لو توفرت الناس مش هتاخد مخدرات، مش مخدرات بس، ولا حتى تلتحق مسكرات ولا مخدرات كده، كل ولا اي مذهبات عليها العقل. كل بالظبط كده، مش مذهبات العقل بس، ده كل اللي بيسموها التصرفات الريسكي او ريسك بيهيفيرز الخطيره. بالظبط. عوامل الخطوره اللي هي كل العوامل اللي بتخلي الناس ممكن تقرب اكتر او ممكن ترتكب هذه الافعال، من اول التدخين مرورا بالمخدرات لغايه الجنس المبكر لغايه العلاقات الجنسيه المفتوحه او كده. كلما زادت عوامل الحمايه كلما كان الناس بامان وابعد. عوامل الحمايه لسه هوضحها، انا بشرح اسمها الاول وهوضح انواعها ايه طبعاً. عوامل الخطوره، كلما زادت عوامل الخطوره كلما كان امكانيه ان يرتكب سلوك خطير ومنه التدخين او تعاطي المخدرات اكتر. بمعنى يعني انت عندي عوامل حمايه دي اللي تحميني من السلوكيات السيئه الخطره بصفه عامه الخاطئه اللي حضرتك ذكرتها. تمام. وعندي عوامل الخطوره بالزبط. المعدل بتاعها كل ما زاد بالزبط. يبقى اتجاهي او قربي من السلوكيات دي اكتر. هايل قوي. ايه زي ايه عوامل الخطوره؟ وجود اب مدمن في العيله ده اكبر عامل خطوره، ودايما غالبا لما بيبقى في اب مدخن في العيله بتلاقي حد من الاطفال لازم يكون مدخن. بالزبط. حد من الاولاد توفر مخدرات أو في السوق الأم. بالزبط. توفر مخدرات في السوق وفي سهوله ان انا اجيب مخدر، ده عامل خطوره. الاعمال الدراميه اللي بتمجد لبطل اللي هو تاجر المخدرات وبتقدمه ان هو نموذج للمجتمع، ده عامل خطوره. طب ايه عوامل الحمايه؟ معلش ممكن سؤال بس في عامل الخطوره الثالث ده؟ تمام. يعني دلوقتي وانا محرك على الهواء وبنتكلم انه الاستروكس والفودو والحاجات دي بتذهب العقل وبتخلي الواحد في وادي تاني وعالم تاني، هل انا كده بشجع الشاب اللي قاعد بيتفرج عليا انه يروح يجرب؟ خالص. لا لا خالص. إيه؟ خالص. لا خالص. انت بتوعي. الاعمال الدراميه بالعكس ده عامل حمايه، الاعلام الهادف اللي بيناقش المشكله بموضوعيه ده بالعكس ده عامل حمايه. بالمقابل الاعمال الدراميه طب اللي هو العمل الدرامي هيجيب الممثل بياخد المخدر وفي لحظه نشوه كده وانبساط، بس في المشهد اللي بعده على طول راح قتل حد، للحقيقة راح سرق حد. تمام. نزل الشارع سائل عربيه موت حد. تمام. هيوري برضو الناس للحقيقه هو قعد 30 حلقه بيرسم سيناريو محبوك جدا بيوصل صوره النجم الاوحد او النجم المحبوب، وهو
المشاهد بيتابعه اثناء الاكشن واثناء الحركه واثناء الاحداث، فهيكون انفعل معاه خلاص وهيكون سيطر على كل جوارحه وسيطر على كل حاجه. ده المشاهد اللي ما شافش الحلقه الاخيره بالظبط من الاخر كده، يعني جزاؤه جه متاخر قوي. فضلنا طول المسلسل بنشوف امجاده وجزاؤه بقى جه متاخر قوي. الحقيقه في دراسات حقيقيه بتقول الكلام ده، يعني في دراسات معموله عندنا في مصر بتقول ان الاعمال الدراميه بتؤثر او ادت الى زياده وانتشار ثقافه تعاطي المخدرات. بلاش من 15 20 سنه كان في ممثل امريكي مشهور جون ترافولتا، فكان بيتكلموا عليه ان كان مشهور في بعض افلامه وحتى في حياته العامه ان بيدخن ماريجوانا، فكانوا بيحذروا هناك منه ومن خطوره ده على الشباب. ليه؟ لان المراهقين معجبين بشخصيته طبعاً، فبالتالي هيقلدوه. مين ما يحبش جون ترافولتا؟ يعني بالتاكيد ايكون بالنسبه لناس كتير. فلما هو بيدخن ماريجوانا بوب مارلي، بوب مارلي ده اشهر واحد، ده حقيقي كان بيطلع الحفلات. بوب مارلي مش ده اللي غنى نوم من نوكراي؟ طيب ده بالنسبه اقتبسنا انا اسف يا دكتور، اقتبسنا المشاهد بتاعته بتاع تدخين المخدرات في احد الافلام المشهوره هنا الكوميديه برضه بنفس الكاركتر كان عامله الله يرحمه، كان مسلسل اسمه الحرب العالميه الثالثه او حاجه زي كده. خدنا نفس الكاركتر وعملناه بنفس الشكل برضه بتاعت قاعده التدخين دي برضه. تمام. طيب عوامل الحمايه بيقولوا اهم عامل حمايه، اهم عامل حمايه دلوقتي في الاسره. عاده الاطفال الصغيرين مرتبطين بالاسره. دراسه امريكيه حديثه بتقول تحدث لابنائك عن المخدرات، مش قول لهم يعني المخدرات واسمائها، لا انت تكلم معاه، صاحبه، دير حوار معاه، قرب منه، شاركه الاهتمامات، اعرف اصحابه، اعرف بيروح فين، بيجي منين. تدخل الاسره مبكرا في تربيه ابنائها، وجود الاب جوه الاسره، متابعه الاسره لاولادها، ان الولد يمارس رياضه من هو صغير، ان الاسره تتابع ابنائها، ده اكبر عامل حمايه. في عوامل حمايه ثانيه موجوده في المستشفى، في المدرسه، في عامل حمايه ثاني موجوده في الجامعه، لما نقول جامعه خاليه من المخدرات، مدرسه خاليه من المخدرات، وعندي بوليسيز او سياسات واضحه بتحارب وجود المخدرات. بزعل قوي لما الاقي في الجامعه، طالب بيدخن. ده حقيقي. انا بزعل قوي والله، بحس انه الحرم المكان ده ملوش يعني ما ينفعش يبقى فيه تدخين. على مستوى المجتمع، وجود منظمات المجتمع المدني، وجود تكافل، وجود مؤسسات بتساعد في الكلام ده، وجود اعلام هادف بيساعد في حل المشكله، دي كلها بروتكتيف فاكتورز او عوامل حمايه تقي الناس من الوقوع في المشكله. طيب كان في سؤال كنت قلته لحضرتك في البدايه وحضرتك قلت لي هشرحه، بس هرد بس هشرح الاول عوامل الحمايه والخطوره. طيب اذا هدفنا ان احنا نزود عوامل الحمايه على قد ما نقدر. خطر بقى انا دلوقتي كان السؤال عن خطر بقى المخدرات دي. يعني طيب تقرير المخدرات العالمي الاخير بيقول ايه؟ ان مخاطر غير متوقعه. بمعنى ايه؟ الحشيش، الهيروين، الكوكايين، انا عارف المخاطر بتاعته وعارف التاثيرات الصحيه والتاثيرات النفسيه بتاعته. الكوكايين دايما يقولوا ان هو مخدر الاغنياء. بالظبط. لسه سيادة اللي كنا بنتكلم قبل الهوا. صحيح. طيب بالنسبه للمخدرات الجديده او المشاهير، المخدرات الجديده او المخدرات المخلقه او المصنعه، ايه مشكلتها؟ مخاطر غير متوقعه. بمعنى ايه؟ دلوقتي القنابيات المصنعه زي الاستروكس والفودو بتعمل تشنجات، بس مش فاهمين بتعمل تشنجات ليه. كنا فاهمين الترامادول بيعمل تشنجات، بس دي بتعمل تشنجات ليه؟ طب بتعمل مشاكل على القلب، بتعمل نوبات ذهان حاده جدا ممكن تحصل من الجرعات الاولانيه، ممكن تعمل سلوك عنيف، ممكن تعمل سلوك مثلا افكار انتحاريه، كلها دي مخاطر غير متوقعه. اكتر من كده انها ممكن تؤدي الى مثلا حالات تسمم كتيره جدا، او الاحتياج مثلا لمثلا غرف رعايه مركزه، او ان يحصل له مثلا اوفر دوز منها او كده، كلها دي مخاطر غير متوقعه وما كانتش في الحسبان. عشان كده في مشكله بتواجهنا احنا الناس اللي بتعالج، ان احنا مش عارفين ايه المخاطر اللي مترتبه على المشكله دي او على المخدرات دي. فالمريض وهو جايني ببقى مش عارف ايه الحاجات اللي انا هشوفها وانا بعالج المريض، او ببقى عامل حسابي ان ممكن المريض ده يدخل في اوفر دوز، ممكن يكون محتاج رعايه مركزه، ممكن المريض ده يحصل له متاعب صحيه، يحصل له فشل كلوي، يحصل له مشكله كبيره في القلب، ما بقاش عارف المخاطر. طب والشباب اللي بتشوف بعضها بتاخد ترامادول وبتاخد الحاجات دي بيحصل لهاش حاجه، فالموضوع بالنسبه لها مش، هل ده كافي ان هو لما يشوف حد بيموت من المخدرات؟ كان عندي مريض بساله، هو مش فاهم افهمه ازاي بقى يا فندم؟ اتفضل. مريض بساله، كان عندي مريض بساله تعرف كام واحد من اصحابك جاله اوفر دوز او مات بالمخدرات؟ يقول لي 45 واحد. بقول له دول سمعت عنهم ولا دايره قريبه منك؟ قال لي دايره قريبه مني، يعني اعرف فلان وفلان وفلان. 45 واحد. اذا ما اتعظش ولا ساب المخدرات لما عرف ان فلان مات ليه، هو فقد السيطره على الماده. حله ايه في العلاج؟ انه يروح يتعالج، مش حله ان اتكلم معاه.
حتى فكره ان محمد صلاح يقول له بطل مخدرات مش هياثر فيه، لا ده حله ان يتم اقناعه ان يروح يتعالج. محمد صلاح هياثر في اللي لسه بيجرب سيجاره حشيش، في اللي لسه مثلا بيتعلم. دي نقطه مهمه جدا يا فندم. لكن مش هياثر في واحد مدمن فقد السيطره على الماده، واحد خلاص الماده كل همه، سايب بيته سايب اسرته. فندم اللي بيشرب سجاير سجاير عاديه بطلوع الروح عشان يعرف يبطلها، ما بالنا بماده كيميائيه بتدخل الجسم ده خلاص بتتمكن منه. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني اللي يوصل لمرحله انه يقدر مش بس يضرب ولا ياذي، انه يقدر يقتل امه او ابوه عشان ياخد 50 جنيه ولا 100 جنيه يروح يشتري بيهم المخدر ده. خلاص ده انسان مش موجود في الدنيا، فقد السيطره على نفسه. واعتقد شفنا حوادث كثيره زي كده، زياده في معدل الجرائم. جزار ده بحمراته في العيد ده، ده حقيقي واخد ستروكس. ده حقيقي يا ساتر، واخد ستروكس وقتل مراته. ده بحمراته في العيد اللي فات ده. يعني دلوقتي حتى نوعيه الجرائم بقت بشعه، بنرصد كتير من الجرائم ليها تعلق بالمخدرات. صحيح. كتير من الجرائم وبالذات الجرائم العائليه وبالذات المشاكل كتيره، بنشوف حوادث كتيره فعلا تفوق السرد، حد قتل ابوه قتل اخوه قتل امه قتل نوعيه الجرائم بقت بشعه يا فندم فعلا. طيب قبل ما اتكلم برضو وحرك على مراكز الادمان الخاصه